والله الحمد لله عملنا عمل يعني حاجة أنا راضي عنها شخصيا, والحمد لله قبل يعني قبل ما نشتغل مع بعض قعدت سمعت بعض كتير عشان أعمل الجملة اللي هي تبقى متصدقة وحاجة أنا حاسسها على صوتها. والحمد لله توفقنا, هي كلمات ناصر الجيل وانا من الاغاني العزيزه جدا على قلبي, والحمد لله ان شاء الله باذن الله الالبوم ده هو طبعا في كوكبه كبيره من الملحنين والشعراء والفنانين, فانا مبسوط بالمشاركه معها, وباذن الله باذن الله يكون ده يكون حاجه فتح خير لينا كلنا ان شاء الله. طبعا الاغنيه شكلها عامل ازاي؟ اللحن نفسه مثلا هاوس رومانسي كلاسيك؟ لا هو اللحن ما سمعش الاغنيه لسه الالبوم. اللي ما سمعش الاغنيه هي اغنيه مقسوم قاعد اغنيه دراميه سمعت عبد قلبي, حاجه هادفه بتوصل لكل الناس وكل الكلام حتى بيوصل يعني بيحصل مع ناس كتير قوي يعني بمسج يعني زي ما بيقولوا, والحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها, وان شاء الله ربنا يعني يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله, وتاخد وعد مكانه كبيره بعد الالبوم ده ان شاء الله. خصوصا كمان هي عملت مسلسل اسمهان وعملت حاجات جدا مهمه, فلازم اللي بعد كده يكون اعلى واعلى واعلى ان شاء الله يعني بالسوشيال ميديا وبكل يعني كل الوسائل اللي تبقى موجوده, ويكون ان شاء الله عملنا حاجات جامده باذن الله. لو اتكلمنا عن مشوار احمد محي اصلا بعيدا عن الوعد, ابرز الاعمال اللي انت شايفها لمعت مع الجمهور واثرت فيه الفتره اللي فاتت ايه؟ والله انا بدايتي والاعمال اللي فاتت انا بقالي من 2002 بدايتي ايا ليل لشيرين وكنت عارفه, ولما انت قادر على البعاد وبهاء سلطانيا اللي بايع وتحب نفسك محمد محي يعني من زمان, واصاله روحي واخداني, واخر حاجه كنت اعملها لتامر وليسا ورا الشبابيك في فيلم تصبح على خير اخراج محمد سامي, وفي ان شاء الله باذن الله اعمال جديده, وعملت الماجد مهندس انا حنيت وشلونك حبيبي, وان شاء الله في حاجات مع راغب علامه ورابح صقر في الجديد ان شاء الله. اغنيه واحده برضو في الالبوم ولا في احنا والله شغالين على سنجل دلوقتي يعني شغالين عليها ان شاء الله انا وناصر الجيل. اللهجه تبقى لبناني ولا مصري؟ والله احرى شويه. لا لا مش بس يعني هي مبدئيا مصري يعني ان شاء الله. برضه تبقى في اتجاه المقسوم, انت بتحب افضل المقسوم بالنسبه لك ولا الشغل؟ مش شرط والله, اهم حاجه الحاله تكون متصدقه يعني سواء سلو او مقسوم او يعني انا بحب الاغاني بتاعتي تكون فيها مسج او فيها حاله وبحب انقي الكلام جدا جدا, ببقى يعني عندي ببقى مركز جدا في الكلام عشان الكلام هو اما يبقى الكلام حاجه جامده جدا وموضوع هادف بيخلي الاغنيه تعيش لسنين للتاريخ يعني. ايه اللي يميز احمد محي كملحن عن باقي الملحنين جيله دلوقتي؟ والله الحمد لله انا حتى اي حد حتى من بره مصر بيكلمني بيقول لي انا ما بسمع اغنيه ليك بعرف ان انت من الجمله من الـ يعني من شكل العمل, فالحمد لله يعني في يعني كل واحد بيبقى ليه روح, فالحمد لله انا عندي يعني عذر لما كلمت انا بس فعلا الناس بتقول لي كده يعني من مثلا جمله يا اللي بايع لبهاء سلطان من وعد تعبت قلبي, فالحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله يكون سبب كده الخير ان شاء الله بعد البوم وعد ان شاء الله. ان شاء الله تعبت قلبي تعلم مع الناس وتتعب قلوب كل ملحنين مصر بعد ما يسمعوه يا رب باذن الله. بغض النظر عن اي حاجه بس انا اتشرفت والله جدا بيكم واتشرفت بكوكبه كبيره من الفنانين النهارده في, وان شاء الله انت معاك فتره ربنا يخليك. ميرسي جدا لزوجك.